السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني، طاب يومكم بخير إن شاء الله، إن شاء الله تكونوا بخير. عندي كمان هالعطر من لوماني للرجال، طبعا عطر فرنسي، عطر ريحته بيدل عن الأناقة بشكل عام، وعطر بلاحظ إنه هالعطر هو الرسمي كتير، الرسميات طبعا تقدر تستخدم هالعطر. يعني أنا شفت كتير ناس عجبهم هالعطر، حتى المعجبين النسوان كمان أعجبوا بهالعطر. طبعا بالنسبة لريحة العطر، ريحة العطر وسط، هي مو قوية ومو خفيفة، تقدر تستخدمها بالصيف وبالشتاء كمان. على العموم هدول هني عطرين نفس الشي، طبعا هذا بيجي ست طقم مع ديدوران، وهذا بيجي لحاله، تمام. هن اثنين نفس الشكل، طبعا بيجوا هيك، بيجي هيك العطر. طبعا مع الاسف اخر فترة صار هالعطر بيجي تقليد، مو اصلي. كيف بدك تعرفوا تقليد؟ هالبلاستيك تبعه بتحس انه مو هيك متمكن، يعني حتى الغطاء لما بتسكره بتشوف ثواني بيفتح، ما بيمسك. مو مثل قبل كنت بجيب، صراحة كان تلاحظ انه العطر اصلي 100%، بس حاليا بجيبه عطر بحسه مو اصلي، سعره ارخص من القبل. قبل كان سعر هالعطر بحدود 30-40 يورو، حاليا سعر هالعطر بيجي 20-25 يورو، يعني صار في اختلاف كتير. بيجي العلبة الثانية، طبعا هالعلبة كويسة انه واحد يهديها للهدايا، طبعا بيجي هيك، بيجي هيك ديدوران زائد العطر. بالافضل انه واحد اي عطر بيشتري يكون الديدوران نفسه يكون نفس الماركة، لما بتحط العطر والديدوران نفس الماركة بيكون بيعطيك ريحة كويسة بكل الجسم تقريبا. لو تحط ديدوران شكل وعطر شكل بيصير مختلط بعض واثنينات وبيصير ريحة تانية. صراحة انا ما بنصح انه يا بدك تحط ديدوران لما ما يكونوا نفس الماركة، يا بدك تحط عطر نفس الماركة، يفضل انه اثنيناتهم يكونوا نفس الماركة. طبعا راح يكون غالي، طبعا في منه ديدوران لحالهم حقهم 20 يورو، 15 يورو حق الديدوران، بس حق العطر هي في ماركات يعني، وفي ديدورانات هدول العاديين مثل ريكسونا وغيرهم حقهم 2-3 يورو هيك شغلات. طبعا هالعطر سعره 20 يورو ل 25 يورو، متل ما قلت في اصليين يمكن اكتر حقهم. هالعطر مع ديدوران حقه 25 يورو، يعني يفضل واحد يشتري العطر مع ديدوران. طبعا العطر متل ما قلت انيق تميز، بيدر ريحته على الأناقة أكتر شي. يعني أحب شي يوم تروح على المحلات مثلا تشوفوا هالعطر وتشموا ريحته. طبعا ثبات هالعطر فواحان يمكن يضل ساعة، ثبات بيضل شي ساعتين، يعني مو كتير كتير، بس العطر جميل صراحة، عطر كتير حلو بيستاهل. على العموم اذا عندكم اي تعليقات اي استفسارات عن العطورات تقدروا تكتبوا لي تحت الفيديو تعليق، ان شاء الله باقرب وقت اقدر ارد عليكم. اشوفكم بخير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.